الا غير غادي نحط انا ولدي ولا بنتي عند سائق الطاكسي باش ياثروا ليا، نخليه في دارو حسن ليا وناثروا النيت انا، ناثروا النيت انا حسن ليا. اولا واش كاينه ولا ما كايناش؟ مرحبا بكم اخوتي في قناتكم ابتسام المغربيه. الا كنتو اول مره تدخلوا القناه، ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم. قبل ما نبدا الموضوع ديال اليوم، تنحب نهنئ جميع المغاربه بحلول السنه الجديده، ندخل عليكم بالفرحه وبالمسرات وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. وكنتمنى ان هاد سنة 2020 تكون احسن واحسن من السنة اللي فاتت ان شاء الله يا رب العالمين. البارحة اخوتي عملت فيديو تكلمت فيه على الطفلة اللي تهتك العرض ديالها من طرف الاستاذ ديالها داخل الجمعية اللي كتدرس فيها. هاد الطفلة اللي كيبلغ العمر ديالها 12 سنة فقط، والمعتدي في عمره 30 سنة، متزوج وعنده جوج ديال الاطفال. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو الاول في اول تعليق اسفل الفيديو مباشره. المهم اخوتي، اليوم وقعوا احداث جديده وتغيرات الموازين من بعد ما خرج اب الطفله للاعلام وادلى بالتصريحات ديالو، وكذلك خرجت حتى الزوجه ديالت هذا الاستاذ من جهه اخرى وادلت بالتصريحات ديالها. وهنا غادي توضحوا الكثير من الامور اللي كانت غامضه في الاول. غادي نشوفوا في هذا الفيديو تصريحات ديال الاب والتصريحات ديال الزوجه ديال المعتدي والتصريحات ديال صديق الاب اللي قريب لهذه الاسره. اذا خليكم مع التفاصيل المثيره جدا. اول شيء اخوتي غادي نشوفوا التصريح ديال الاب، نخليكم مع هذا الروبورتاج. ما نكذبش عليك، لان تصدمنا، لان ما يمكنش هذا الشيء يكون، لان كما كتعرف اي اب كيدي ولادو لواحد الجمعيه اللي هي كتكون موثوق بها وكتنشط مع بعض الاطفال، وهذا الشيء هذا وقع داخل الجمعيه، وهذه الجمعيه ما كانش عندها مقر اللي هو كيجلسوا فيه هاد الابناء باش كينشطوا. كان كل مره فيه كيتنقل بهم، وكان تما كان كيعمل الفرصه ديالو، يعني كنلقى الفرصه اللي كيمارس على هاد البنت. التجأنا للقضاء، عملنا شكايه ديالنا عند وكيل العام، وتفتح تحقيق في الموضوع، وفعلا البوليس تصنتوا على ديك المكالمات الهاتفيه اللي كانت كتدور ما بينه وبينا، وفعلا قاموا بالاعتقال ديالو متلبس اثناء العمل ديالو. هو كيعمل التاكسي، سائق تاكسي وكيعمل مؤطر جمعوي. فعلا بنيته كتدخل المدرسه هذاك الصباح، وحنا كنا قايمين بالاجراءات ديال الشكايه. فعلا كان باغي يقوم بالاهراب ديالها من المدرسه، انها ما تمشيش للمدرسه ديك الصباح هذاك. وتم تم الاعتقال ديالو متلبس في الساعه اللي يعني كان عادي يخرج بها، وانفو ربما كان يعني في الكلام اللي كان كيدور ما بينه وبينه كان باغي يكري شي دار، فهمتيني، باش يقوم بزيدي بالفعل الاجرامي اللي هو ارتكبه في حق هذه البنت هذه، فهمتيني، اللي هي قاصر. ان هذا الانسان هذا مؤطر جمعوي، يعني مؤطر جمعوي يعني كيرشد الاطفال للخير، يعني شاف شي حاجه ماشي هذيك، ربما انه خصو يعلم الوالدين ديالهم بديك الاشياء اللي هو شاف. كتلقى انت مؤطر جمعوي انه كيعمل هذا الاجرام هذا، ما فهمنا والو. وهاد البنت هذه اللي بعض الناس وبعض الجمعيات اللي هما انضموا عنده، لان ما بغاوش الجمعيات ديالهم يتقاصوا بهذا الشيء هذا اللي وقع. كما كتعرفوا اي جمعيه كتحافظ على السمعه ديالها، يعني ملي كيسمعوا انفوا مؤطر جمعوي ارتكب هذا الفعل هذا ما كيبغيوش، يقول لك هادشي ما يمكنش، وماجي في الصف ديالو عاملين له محامي وكيدافعوا عليه. حنايا كاين القضاء، كاين القانون، كاين الحمد لله المخزن في البلاد، قايمين بالاجراءات اللي كاينه. وتا اذا ما كانش يكون ما كانش واقع وفعلا ما كانش يعمل هادشي هذا، ما كانش عاد تعتقل. كانوا فعلا اذا كنا حنا ظلمنا هذا السيد هذا، ربما كانوا يجبروه البوليس حقه معاه يطلقوه، ولكن هذا السيد هذا قام بهذا الفعل هذا فعلا، فهمتيني، وداخل المؤسسه اللي هما كينشطوا فيها الاطفال. يعني هذا الشيء هذا ما لا يصدق. يا ودي يا ودي اخوتي، على المؤطر اللي غادي يعلم لنا الاطفال التربيه والاداب وغادي يأطرهم، صدق هو اللي غادي يزيد بهم الخرجان الطريق. ايوا تيق انت مازال، تيق انت مازال.
اول شيء اخوتي كنلاحظوا الحزن الشديد اللي ظاهر على الاب غير من خلال الطريقه ديال الكلام ديالو، شحال هو متاثر لهذا الشيء اللي وقع لبنته. والله يحسن العوان، راه الكبده هذه ما سهلاش، واخا تكون البنت طايشه لا فوت ماشي ديالها، لا فوت ديال مول العقل اللي استدرجها واستغل صغر السن ديالها ولبى الرغبات الحيوانيه ديالو. ثاني شيء كنلاحظوا بان الاب كيقول بان الجمعيه ما عندهاش واحد المقر محدد، وكل مره فين كان كيتنقل هذا المؤطر بالوليدات، وهنا كان كيستغل هذه النقطه هذه وكينفرد بالطفله، وهذا في حد ذاته واحد الغلط كبير اللي ارتكبوه الاباء. كيفاش وضعوا الثقه ديالهم في واحد الجمعيه اللي ما عندهاش واحد المقر، جمعيه ما عندهاش مقر محدد، كيفاش تحطوا فيها وليداتكم؟ هذا مستحيل، ما يمكنش انه يدخل للدماغ اخوتي، هذا في حد ذاته واحد الغلط اللي هو كبير. حاجه اخرى، هذا الاستاذ طلع ليس باستاذ ولا هم يحزنون، سائق تاكسي وفاعل جمعوي، غير ظلمنا معاه الاساسيده. بغيت غير نعرف انا هنا اش من علاقه ما بين سائق التاكسي والجمعيه والانشطه التربويه ديال الاطفال، اش من علاقه ما بين هاد الشيء كامل؟ انا اللي كنعرف بان سائق الطاكسي الله يحسن ليهم العوان، هذا السائقي ديال الطاكسيات النهار كله وهما كيجريو غير مع الروسيطه، غير باش يدخلوا الروسيطه، وهاد خينا هذا عنده الوقت باش يسوق الطاكسي ويجي اطر التلامد كي دار ليها، وهي دابا حتى الجزار وحتى الخضار ومول الجافيل يدير حتى هو جمعيه ويأطر الوليدات. والناس عرفوا فين تتحطوا وليداتكم، الا غير غادي نحط انا ولدي ولا بنتي عند سائق الطاكسي باش يأطروا ليا، نخليه في دارو حسن ليا ونأطروا النيت انا، نأطروا النيت انا حسن ليا، اولا واش كاينه ولا ما كايناش. حاجه اخرى، الفيديو اللي قبل من هذا قلت بان حوته وحده كتخنز الشواري، رجعوا للفيديو غادي تعرفوا السياق كامل. وهذا الشيء اللي وقع، وبالضبط الجمعيات اللي في طنجة خافوا على السمعة ديالهم وناضوا ووكلوا لهذا البيدوفيل محامي يدافع عليه، وناضوا كلهم يد واحدة كيدافعوا على هذا البيدوفيل، ما هماتهمش البنت اللي مشى ليها العرض ديالها، لا هماتهم السمعة ديال الجمعيات اللي ما خصهاش تطيح، وكلوا لهذا البيدوفيل المحامي دافع عليه، وناضوا حتى هما تجمعوا يدا واحده كيدافعوا عليه باسم الجمعيات. هاد الشيء كامل غير باش ما تطيحش السمعه ديال الجمعيات والناس ما تهربش، الناس تبقى دائما تجيب وليداتها للجمعيات. ولكن البنتي لا ضاعت ماشي مشكل، بنتي لا ضاعت في شرفها وفي كرامتها وفي الطفوله ديالها ماشي مشكل، لو كان الشرطة ما لقاتش أدلة وبراهين وما شداتوش متلبس باغي يهرب البنت، ما كانوش غادي يشدوه وما كانوش غادي يحطوه تحت الحراسة النظرية، كون تلقوه كون داروا معاه البحث ولقاوه بريء من التهمة وقالوا ليه سير الله يعاون العونات. ولكن لا، ولحد اليوم تحت الحراسة النظرية لأن التهم هي ثابتة في حقه. كتشوف اخوتي كل شيء على حساب المصلحة الشخصية، المصلحة الشخصية فوق من اي حاجة، حتى على حساب الكرامة والعرض ديال واحد البنت صغيرة. نشوفوا في صديق اب الطفلة اشنو اللي غادي يقول. الهدف الجمعية، الجمعية المعرفة، وكان كيستغلب في ظروف لانه بس تسخر له ولا بس تهدكو، كيدخل تندر ديالو المنزل ديالو هو متزوج، كيستغل على حساب بس تسخر له ولا شي حاجه، وكيصيفط على اساس بس تسخر له زعمانه ولا شي حاجه فحال هيدا، تما كيستغل هذا القصيره هذه 12 عام في عمره، تما كيمارس عليها الجنس وربما عدد المرات ما عرفناش شحال، حتى فضحات صاحبتها صغيره قدها هي اللي وصلت الام ديالها، عاد الاب ديالها ضغط عليها شويه، هاد السيده جبرون عندها في الهاتف ديالها شي فيديوز اباحيا خطارين كاع ما خصهمش تيشوفوهم داك الاطفال صغارين بعدك، وشي ميساجات لانه باش يقرب ليها بالطريقه ديال الاطفال، وفعلا وفعلا وبلاغ اللي بغاو لا حول ولا قوه الا بالله، لا حسبي الله ونعم الوكيل.
واش سمعتوا الجمعيات اللي كتدافعوا على هاد البيدوفيل؟ اتقوا الله. واش كتقلبوا على مصلحتكم على حساب واحد الطفلة اللي تهتك العرض ديالها من طرف وحش آدمي ومازال زايدين موكلين ليه محامي وكتدافعوا عليه؟ استغفر الله العظيم، اش غادي يقول هاد المحامي باش يدافع عليه؟ منين جات الدقة لهاد الطفلة؟ منين؟ والشهادة الطبية موضحة كل شيء. الله يستر، الله يستر، راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. ارى لكم اخوتي دابا نشوفوا الزوجة المصونة اللي دافعت عليها في الفيديو اللي قبل. اما دابا منين سمعت كلامها فاسحب كلامي. شوفوا معايا هذا الروبورتاج. يعني انا كنقول في هذه القضيه باني انا هذه سنين وانا عايشه مع الراجل ديالي، عمري ما شفت عليه شي حاجه، عمره ما كيعمل شي حاجه يعني خارج الدار، يعني كنخرجوا انا وياه، كندخلوا انا وياه، دائما انا وياه، انا وياه اصلا ما كنتفرقوش. وعاد يعني انا ملي كيجي عندي اي واحد كنكون في الدار، انا كنكون في الدار ما كنخرجش، يعني كنخرجوا رجلي ورجله، كندخلوا انا وياه. يعني الراجل انا كيمشي يخدم في الصباح كيجي كيسالي، كنتلاقاو انا وياه في ساعه مدرسه العائله، كنطلعوا البنت يعني كنطلعوا كنعملوا الغداء، يعني تما كتعرفوا الحاله، الواحد في الدار هو اصلا كينعس ديك السوايع حيتاش كاينوا الخدمه ديالو بكري، كينعس كينوض صافي. كنبقاو ديك العشيه عندنا حنايا البنات عندي كنديهم للكلوب، كنجيو يعني كنجيو تنتسعد، يعني انا والراجل ديالي ما كنتفرقوش، وانا عامله الثقه الكامله في الراجل ديالي، وانا مأكده بانه هو ما هيعملش هذا الشيء هذا، وهذا الشيء ما كاين منه حتى شي حاجه. وما تنتفرقش وما تنخرجش. واش انتيا كتحضي الراجل؟ واش في نظرك الراجل كيتحضى؟ ونوضي نوضي، حنا انت راكي في دار غفلون، نوضي. منين هو كيكون على برا كتشوفيه فين كيمشي؟ كتشوفيه مع من كيكون؟ وباز. قلت لكم اخوتي تندخلوا وتنخرجوا بجوج، ما تنتفرقوش، تندخلوا وتنخرجوا رجلي على رجليه. ووجهك صحيح يا اختي، والسلوكيه عندك شحال واعره. شكون هو هذا الراجل المغربي اللي كيقبل على راسو هاد الشيء اللي انت كتقوليه؟ كلصق فيه مرتو 24 ساعه. غير قولي لي شكون هو هذا المغربي هذا اللي قبل على راسو هاد الدل اللي تبقى لاصقه فيه مرتو كيلعلقه، الدخله داخله معاه والخرجه خارجه معاه. كاع هذا حب، كاع هذا تفاهم. مهند ونور المغاربه، انتما هما التواركه ديال المغرب. التناضي تقعدي وبركه عليك من الكذوب، بغيتي تخرجيه بحال الشعره من العجين انتي معامن. انا خوتي صحابني السيده غتكون منهاره وكتبكي وربي اللي عالم بيها على الشمتة اللي تشمتات. ساعة السيدة وجهها صحيح وكتهضر النيت والسنطيحة النيت، كتقلب غير على مصلحتها وعلى مصلحة راجلها وولادها. أما البنت ما عندها فيها سوق. واش كون كانت ديك البنت بنتك ووقع ليها داك المشكل، باش كنتي غادي تحسي؟ واش كنتي غادي ديري هاد ردة الفعل؟ كون راه كنتي كتغوتي ربي اللي خلقك، وكون راه شديتي المغتصب بيدك وبسنانك والله ما تلقي منه حتى تاخدي منه حقك. ولكن كما يقول المثل المغربي كل واحد كينش على كبالتو. البنت دبر راسها، انت كتقلبي على مصلحتك وعلى مصلحة راجلك، واخا يكون بيدوفيل واخا يكون مريض واخا يكون خامج ماشي شغلك فيه، المهم هو مصلحتك ومصلحة وليداتك، وهذاك خينا ما يدخلش للحبس. ولكن الله يجعل البركة في السلطات، والله يجعل البركة في القضاء المغربي اللي غادي إن شاء الله ينصر ديك البنت وغادي ياخذ ليها حقها. وراه الحمد لله دخلوا الجمعيات، وبالأخص الجمعية ديال ما تقيسش ولدي اللي حنا كنتيقوا فيها، اللي كتوقف مع هاد القضيات هادي وكتاخد الحق بحال هاد البنيات هادو اللي كيتغتصبوا في الطفولة ديالهم. إذا بلا ما تخرجي وتكذبي هاد الشي اللي وقع، ديك البنت منين جات هاد الدقة؟ قولي لينا اختي منين جات هاد الدقه؟ منين؟ شكون اللي دار لها هذيك الحاله؟ راه الشهاده الطبيه راه كلشي واضح فيها وكلشي باين. باز. وافق شن طبقة، رضيتي بالدل على راسك وغادي تبقاي عايشه في الدل. هادشي اللي كاين اخوتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.